على مدار السنوات الثماني الأخيرة باتت مشكلة الأمن الغذائي من أكبر التحديات التي تواجه السوريين. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي أصدرا تقريرا مشتركا عن حالة الأمن الغذائي في سوريا. التقرير تحدث عن زيادة إنتاج الغلة السورية من القمح إلى 2,200,000 طن هذا العام، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل الإنتاج فيه إلى 1,200,000 طن فقط. وعن زيادة الإنتاج، فإن المنظمة أرجعت ذلك إلى الهطولات المطرية الغزيرة التي عمت البلاد، بالإضافة لاستتباب الأمن في بعض المناطق. ورغم إيجابية الأرقام التي حملها التقرير، إلا أن الأمن الغذائي ما يزال يمثل تحدياً خطيراً بسبب استمرار الأعمال العسكرية وحركات النزوح الجديدة، إذ يعاني المزارعون في المناطق الريفية من صعوبات جمة تتمثل بالحصول على البذور والأسمدة وارتفاع تكاليف النقل ووجود مخلفات حرب ومتفجرات في مزارعهم وفق المنظمة. التقرير الدولي تطرق إلى الآثار السلبية التي تسببت بها الحرائق في شمال شرق سوريا، إذ أن حوالي 85,000 هكتار من المحاصيل قد أحرقت خلال العام الجاري. منظمة الأغذية والزراعة قالت إنها تعمل مع الشركاء لإعادة تأهيل البنية التحتية والزراعية الأساسية في سوريا وخدمات الدعم، وأشارت إلى أنها وصلت خلال عام 2019 إلى 31,000 عائلة زراعية، ومع ذلك فإنها لم تستطع الوصول إلى محافظتي إدلب والرقة، وذلك بسبب انعدام الأمن في كلا المنطقتين.